يعني كتب الفقه تشتمل على عبادات ومعاملات، صح؟ عبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه عبادات. معاملات اللي هو البيع والشراء، الزواج، الطلاق، الرضاع، استئجار، مزارعة، مصانعة، هذه اسمها معاملات. هذا الفقه. في أبواب أخرى اسمها الأخلاق والسلوك، تكلم عن الصدق، عن الحلم، عن الصبر، عن العفو، ها؟ تكلم عن الآداب، آداب الطعام، آداب الشراب، آداب المشي، آداب الجوار، آداب النوم. في جانب آخر هو النظر اللي هو الاعتقاد، هذا كله إسلام. في جانب الاعتقاد أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. في جانب العبادات من الطهارة إلى الحج، هذه عبادات. في جانب المعاملات البيع الشراء الزواج طلع آخرة. في جانب الدين أيضا من الإسلام أيضا أخلاق، صدق، الأمانة، وفاء بالعهد، حسن الجوار، العفو، الكرم. في جانب آداب، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تتكلم، بمن تبدأ باليمين تدخل بشمالك بيمينك، هذه اسمها آداب يتأدب بها. شوف ديننا كامل بالعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك والآداب. والعلماء بذلوا شيء عظيم من الجهد فأفرزوا العقائد وأفرزوا العبادات وأفرزوا المعاملات، كتب وأبواب وأسئلة وأجوبة وفهارس وحواشي، شيء عظيم، بذل عظيم، تسهيل العلم. والعلماء ورثت الأنبياء.